الجنازة بالفتح هون اسم للميت المحمول، يعني النعش فوق الميت اسمه جنازة، النعش نفسه اسمه جنازة، قالوا ذلك. وقالوا عكس ذلك، وأصل الجنازة مأخوذة من جنزة، وجنز بمعنى سترة، سترة كأن الجنازة المكان أو الحاجة اللي بيستر فيها الميت، اللي يستر فيها الميت، هنا كأن أحكام ستر الميت وقبر الميت هذه الجنائز. يبقى هنا الجنازة مأخوذة من جنزة، إذا ستر جنزة يجنزه. الجنائز جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الموت وأنك تكسر من ذكر الموت، فمما جاء عنه صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث يقول لنا في البداية يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات، هاذم بالذال مش بالزاي، بالذال، بالذال، هاذم بمعنى قاطع، قاطع اللذات. الإنسان أمله طويل يؤمل في أشياء كثيرة، يجي الموت يقطع عليه هذا الأمل. يقول لنا هنا الحديث رواه البخاري، والصحيح أنه ليس في البخاري ولكن رواه النسائي ورواه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، قال على شرط مسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات، يبقى أكثروا من ذكر الموت الذي يقطع لذة الإنسان. الحديث رواه البزار عن أنس، ورواه البيهقي في شعب الإيمان وابن حبان عن أبي هريرة، وحسنه الألباني بصيغة أطول من ذلك فقال أكثروا ذكر هاذم اللذات، الموت بيوضح أن هاذم اللذات هو الموت، فإنه ده باقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في ساعة إلا ضيقها عليه. لا يذكره أحد في ضيق، إنسان فيه ضيق من العيش، في شدة، في كرب، في تقتير عليه، مش لاقي، لما ضاق به الأمر يتذكر الموت وتذكر القبر وضيق القبر يقوم يتسع عليه الأمر، لا لسه في ساعة ولسه في رحم. الإنسان الذي في ساعة يقوم ينظر إلى الغنى وينظر إلى أن عنده وعنده وعنده، يقوم قد يطغى هذا الإنسان فيتذكر الموت يضيق عليه ما فيه، لا لم نفسك، خد بالك من نفسك، الموت يأتي هيضيع منك كل هذا الشيء. يقوم الإنسان لا يذكر الموت وهو في ضيق إلا جاله الفرج، يفرج عنه إن أنت ما زلت حيا وما زلت تقدر أن تعمل الصالحات وتدخل جنة رب العالمين. يبقى إذا ذكره وهو في ضيق يوسع عليه صدره ويفرج الله عز وجل عليه، يذكره وهو في سعة وفي غنى يقوم يضيق عليه هذا الشيء عشان ما يطغاش. ولذلك في الآية كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان لا يطغى أن رأى نفسه قد استغنى، لكونه رأى نفسه مستغنية صار غنية، يفتكر أنه مش محدش لي عندي حاجة، مش عايز من حد، أنا غني أنا مش محتاج لحد، فلما ينظر لذلك معه مال وعنده بنون وعنده كذا يطغى الإنسان، فإذا وصل لذلك تذكر الموت يقوم الموت يوقفه عند حده، يحده يوقفه، ما تطغاش، أنت راجع لربك ليسألك ويحاسبك. أكثر ذكر هذه من لذات. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. إن من ذكر الموت تذكر الإنسان إيه حيكون وهو في قبره، إذا مات يعرض عليه مقعده، هذا مكانك في الجنة أو هذا مكانك في النار، وهو في قبره يرى هذا وذاك. إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك، هذا مكانك الذي تبعث وتدخله حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة، هذا مقعدك، المكان اللي انت فيه لغاية ما تبعث إلى مكانك من الجنة أو من النار يوم القيامة. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم
في الحديث إذا كان أجل أحدكم بأرض أتى له حاجة إليها، الإنسان يكون في هذا المكان وأجله مكتوب في مكان تاني بلد تانية، يقوم علشان يسافر لهذا المكان تعرض له حاجة، تعرض له حاجة. فيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه والحكيم الترمذي من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أجل أحدكم بأرض أتى له حاجة إليها فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله إليه، قبضه الله إليه، وصل لآخر مكان، آخر حاجة، آخر خطوة له، مش مكتوب له بعد ذلك شيء، يقبض فيها، قبضه الله عز وجل إليه. قال: فتقول الأرض يوم القيامة: يا ربي أو ربي هذا ما استودعتني، هذا ما استودعتني. فالإنسان يكون في مكان وأجله في مكان آخر يسير إلى هذا المكان، كل شيء عند الله مكتوب. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء الموت لا تأخير ساعة وقتا قليلا من الزمن ولا تأخير ولا تقديم. فقال هنا صلى الله عليه وسلم: تقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما استودعتني. هو من المشرق ومات في المغرب، هنالك تأتي الأرض بما فيها، تقول هذا الوديعة، الوديعة اللي وضع فيها العبد ليوم القيامة. قال هنا: يكره الأنين، يكره الأنين، يعني في المرض، إنسان وهو في مرضه يكره له الأنين، يعني دليله هنا بيقول لما روي عن عطاء أنه كرهه، روي عن عطاء أنه كرهه، ويعني هذا الكلام فيه نظر في مسألة أنه يكره ومن حيملك نفسه أن يقول أي وهو مريض، فثبت خلاف ذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله لما ذكر في المجموع لأن طاووسا كرهه قال: وهذا ضعيف بل باطل. قال: لأنه لم يثبت فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان وهو مريض يتأوه الأي مثلا، هنا ما ثبتش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء. بل في صحيح البخاري عن القاسم قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه، مرة صدعت سيدة عائشة رأسها صدعت، فقالت: ورأساه، تتألم تتأوه من ألم في رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، عليه الصلاة والسلام، كأنه حضر جنازة ورجع من جنازة عنده صداع وعنده تعب شديد صلى الله عليه وسلم، قال: بل أنا ورأساه صلوات الله وسلامه عليه. الحديث يبقى هنا ما فيش دليل على الكراهة، ولكن الأولى ترك ذلك لمن قدر، الأولى ترك ذلك والاشتغال بالتسبيح أو الاستغفار ونحو ذلك. يكره تمني الموت إلا لخوف فتنة، يكره الإنسان يتمنى الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. الحديث فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد قائلا فليقل: اللهم أحييني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. يبقى هنا المؤمن لا يدعو على نفسه بالموت، ولكن إذا كان بقى لابد ضاق به الأمر فليقول: اللهم أحييني إذا علمت الحياة خيرا لي، توفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وفي الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. حديث صحيح، ودي وصية من رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اختصام الملأ الأعلى في آخره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه سبحانه وتبارك وتعالى: قل عقب الصلاة: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يبقى هنا يجوز للمؤمن أن يسأل الله عز وجل الموت في هذه الحالة، إنه بقيد وبشرط إنه إذا حصلت فتنة أخاف على نفسي أن أفتن وأضيع وأهلك، يبقى الموت أحب. يبقى إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. الحديث صحيح: تسن عيادة المريض المسلم، تسن عيادة المريض المسلم. لحديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض. تسن فيها فضيلة عظيمة جدا، والإنسان الذي يعود أخاه المسلم يكون في مخرفة من مخارف الجنة، ويستغفر له 70,000 ملك كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المكان اللي انت هتعود فيه المريض
هذا المكان مخرفة من مخارف يعني بستان من بساتين الجنة، يستغفر لك 70,000 ملك بعيادتك لهذا المريض. ويعاتب الله عز وجل عبده إذا لم يعد مريضا يوم القيامة، يعاتبه الله عز وجل إذا كان علم أن فلانا مريض فلم يعده، فيقول الله عز وجل معاتبا له: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لو كنت عدته لوجدتني عنده. يبقى هنا مرضت فلم تعدني يقصد بها مرض عبدي فلان، اللي هو وضحها في هذا السؤال، كأنك بعيادتك لهذا المريض أنت ذاهب إلى ربك، أنك ذاهب إلى مخرفة إلى بستان من بساتين الجنة، فكأنك في الظاهر ذاهب لفلان تعوده، والحقيقة ذاهب إلى بستان رب العالمين إلى جنة رب العالمين بهذه الصورة الحقيقية، كأنك قصرت في ذلك فتركت هذه الجنة بتركك عيادتك المريض. تسن عيادة المريض المسلم فيها هذه الفضيلة. طب هل يجوز عيادة المريض الكافر؟ الراجح أيوه يجوز أن يعود الكافر، لكن هل فيها نفس الفضيلة؟ ما داش فيها هذه الفضيلة، ولكن يجوز عيادة المريض الكافر وتدعوه إلى دين رب العالمين سبحانه. قال هنا: وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة، يعني من السنة ذلك أنك تلقنه، ولعله لا يحتاج إليك، ولكن قلها مرة، يمكن هو تكلم بكلام فليكن ذلك آخر كلامه: لا إله إلا الله. تلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، اللي الإنسان في الدنيا يقولها ببساطة وبسهولة، وعند الوفاة لا يقولها إلا من وفقه الله عز وجل لها. في وفاة الإنسان ليست ببساطة يقولها الإنسان وهو على فراش الموت. وكم من إنسان يقال له قل لا إله إلا الله ينشغل بمرضه وبشيء آخر غير هذه الكلمة فلا يقدر على قولها. يبقى الإنسان يعود نفسه دائما في كل حين يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، روى أبو يعلى وروى الخطيب البغدادي من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها موتاكم، ولقنوها موتاكم. أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. يبقى في الدنيا المسلم يعتاد على طول يقول لا إله إلا الله، حيث أنه تبقى سهلة على لسانه أن يقولها في وقت الوفاة. يبقى يسن تلقين الميت أو الإنسان المريض يعني في مرض الموت قول لا إله إلا الله مرة، ولم يزد، ولم يزد فيبجره، يعني ما يعودش كل شوية يقول قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لعله مع كرب الموت إن يتلفظ بشيء غير هذا الذي تأمره به. فإذا أضجرته لعله لا يقول أو يسيء الأدب في الكلام، يبقى لا داعي، لا داعي. قال: إلا أن يتكلم، إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه ليكون آخر كلامه، يعني يحرص الجالس مع الإنسان اللي بيموت يلقن هذه الكلمة لا إله إلا الله تكون آخر كلامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث حسن رواه أبو داود والحاكم من حديث معاذ. قال: وقراءة الفاتحة وياسين، يعني عند الميت يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ ياسين. قال الإمام أحمد: ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، وأمر بقراءة الفاتحة. وعن معقل بن يسار مرفوعا: اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم. الحديث اللي هو اقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف، ضعيف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد في مسند الإمام أحمد أنه فعله أحد الصحابة، فعله أحد الصحابة زي ما بيقول الألباني، ورد في المسند من طريق صفوان قال: حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه،
فقال هل منكم من أحد يقرأ ياسين؟ هذا الرجل الصحابي حضره المشيخ يعني من التابعين, مشيخ من التابعين حضروه وهو في سياق الموت, فقال لهم هل منكم أحد أو من أحد يقرأ ياسين؟ قال فقرأها صالح بن شريح السكوني فلما بلغ 40 منها قبض. فكان المشيخة يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. قال صفوان وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد. قال الألباني وهذا سند صحيح إلى غضيف بن الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا يبقى واحد من الصحابة فعل ذلك عند وفاته, طلب أن حد يقرأ عليه ذلك, فعل ذلك, يجوز أن يقرأ أي إنسان عند المريض اللي هو في سياق الموت اللي بيموت, كانوا يقولون أن هذا يخفف عنه سياق الموت أن يقرأ ياسين. فهو كأنه قياس على ذلك أن الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل, فتقرأ الفاتحة أو يقرأ قرآن يخفف عن الميت بهذا القرآن. ولكن هل ننسب ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ لا, غاية أن نقول قاله هذا الصحابي. وقد يقال إن ما قاله هذا الصحابي لا يقال من قبيل الرأي, ليس من قبيل الرأي, فله حكم المرفوع للنبي صلوات الله وسلامه عليه, فهذا يكون حجة على جواز قراءة سورة ياسين عند الإنسان اللي في السياق اللي هو تطلع روحه في أثناء طلوع الروح, قالوا هذا يسهل عليه خروج الروح. طيب هل يستحب ذلك عند الميت في قبره؟ ما ثبتش هذا الشيء إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الصحابة قرأوا عند الميت في قبره شيئا. وتوجيهه إلى القبلة, وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن, يعني الإنسان اللي في سياق الموت قالوا أن أفضل شيء يكون على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة. الشيخ الألباني بيقول إن هذا لم أجد عن حذيفة, هنا قال حذيفة وجهوني إلى القبلة, قال الألباني لم أجده عن حذيفة بل عن البراء بن معرور وهو مرسل عن البراء بن معرور. المسألة توجيه الميت إلى القبلة أو اللي في سياق الموت وهو بتطلع روح يوجه إلى القبلة ولا لا يوجه, يقول الإمام النووي في المجموع يستحب أن يستقبل به القبلة, وهذا مجمع عليه, وهذا مجمع عليه, يعني بيذكر أن الميت وهو هذا لسه حي في مرض في سياق الموت وهو بتطلع روحه, قال يستحب أن يكون على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة. قال النووي وهذا مجمع عليه, كأن الإجماع دليله القياس على النوم, والنوم أخو الموت, النوم أخو الموت, والإنسان المؤمن لما بينام على جانبه الأيمن ويقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك فأطلت أمري إليك وجهت ظهري إليك الحديث. قال فيستحب أن يستقبل به القبلة, قال وهذا مجمع عليه. وفي كيفيته المستحبة وجهان, يعني هل حيعرف يوجه كل ميت يخليه على جانبه الأيمن إلى القبلة؟ قد يصعب. قال الوجه الأول على قفاه وأخمصاه إلى القبلة, يعني على ظهره تبقى رجليه إلى القبلة, هذا وجه. ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة, يعني إنسان اللي في سياق الموت يبقى نايمه على ظهره رجليه إلى القبلة, يرفع رأسه على مخدة أو شيء بحيث تبقى متجه القبلة شيئا يسير. والثاني وهو مذهب مالك وأبي حنيفة يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بحسب ما يتيسر في ذلك, قد يكون سرير الميت موجها إلى القبلة فيسهل, قد لا يكون يبقى على هذا الوجه نايم على ظهره ويبقى رأسه ترفع شيئا يسيرا موجها إلى القبلة. إذا لم يفعل فلا شيء, إذا لم يفعل ذلك فلا شيء بحسب ما يتيسر. قال واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام, وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا, قبلتكم أحياء وأموات, يعني وأنتم أحياء تتوجهون إلى المسجد الحرام في صلاتكم, وأنتم أمواتا توضعون في قبوركم متجهين إلى القبلة, فليكن الإنسان في سياق الموت كذلك. إلا إن كان يشق على المريض, يشق على المريض يتحرك يحركه من مكانه يؤلمه ويزعجه ويتعبه فليتركه على ما هو فيه. الحديث ده حديث حسن اللي هو قبلتكم أحياء وأمواتا. قال وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم,
إنما هذا ما ثبتش عنه صلى الله عليه وسلم إن في سياق الموت يقال هذا لإنسان وهو يتوفى، إنما إن قيل جاز جاز. إنما تقال عند إنزال الميت إلى قبره، يوضع في قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل صح إنه في إنزاله في قبره. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه، إنه يقبل الميت لا مانع إذا كان في مرض الوفاء، إذا كان حتى بعد ما مات يجوز أن يقبل الميت، يقبل أهل ونحوهم، والنظر إليه ينظر إليه ولو بعد تكفينه. لحديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ده صحيح صحيح البخاري. وقالت عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، بس إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. إنما كون أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز. فصل. وغسل الميت فرض كفاية، التغسيل بقى تغسيل هذا فرض، ولكن ليس فرضا عينيه. الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، فرض العين واجب على الجميع أن يفعلوه، كل مكلف ما فيش به مانع يلزمه، فهذا الصلاة، الصلاة فريضة على المكلف الذي لا مانع به. المانع زي حيض، زي نفاس بالمرأة، زي جنابة موجودة في الرجل، يبقى هنا يجب صلاة الوقت إلا أن يقوم مانع يمنع الآن، إذا زال المانع وجب هذا، يبقى هنا على كل إنسان هذا فرض عين. فرض الكفائي يبقى هنا واجب المطلوب فعله، فعل هذا الواجب مين يقوم به؟ أي حد يقوم به، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. يبقى النظر في فرض العين إلى الفاعل، أن الكل مطلوب منهم أن يفعله، هذا في فرض العين. فرض الكفاية النظر إلى الفعل، مطلوب أنه يفعل، من يقوم به؟ أي حد يقوم به، فإذا قام به البعض سقط الاسم عن الباقين. يبقى هنا تغسيل الميت هذا فرض كفائي يجب على الحاضرين، بعضهم يقوم فيغسل الميت. غسل الميت فرض كفاية إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بتغسيله، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ده متفق عليه. والسدر اللي هو ورق النب، يعني ورق النب يكون يقوم مقام الصابون زي الصابون. وشرط في الماء الطهورية والإباحة، يكون ماء طهور، زي ما في غسل الجنابة للإنسان المسلم يقول تغتسل بماء طهور، فكذلك تغسيل الميت لا يكفي ماء طاهر، يبقى غسل الميت فرض كفاية وشرط في الماء الطهورية والإباحة، يكون ماء طاهرا مطهرا هذا الماء الطهور. والإباحة يعني ليس ماء مغصوبة، مش ماء مسروء، ولكن ماء حلال مباح. وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، يعني اشترطوا في الغاسل أن يكون مسلما، هذا لغسل الميت. التغسيل نفسه عبادة، التغسيل عبادة، يبقى هنا يقوم بها إنسان مسلم، يكون عاقلا، الذي يقوم بذلك يكون عاقلا، يبقى المجنون ما يصحش أنه يغسل الميت. يكون مميزا، مميز يعني على الأقل إن سنه 8 سنوات فوق 7 سنوات ويعقل ما يصنعه، يفهم هذا الذي يصنعه ويعرف آدابه، يبقى ده شرط في الغسل. وإن اختلفوا في مسألة المرأة اللي تموت مع الرجال وليس معها إلا امرأة كافرة، أو الرجل يموت وهو مع النساء ولا يوجد إلا رجل كافر، هل هنا في هذه الحالة ييمم ويدفن، ولا يعلم هذا الكافر ويبقى يتنازل عن هذا الشرط قصاد أنه يغسل ويبقى قاموا بالشيء الأفضل في حقه؟ فالجمهور على أنه من كان في هذه الحالة أنه ييمم، يعني امرأة كانت موجودة مع رجال ولا يوجد إلا امرأة نصرانية معها، هنا اختلفوا هل تعلم هذه النصرانية كيف تغسل فتغسلها، ولا إنه يكتفى بأن تيمم هذه وتدفن على حالها.
فالجمهور على هذا القول الثاني، والأحناف على القول الأول إنه تغسل أفضل بهذه الصورة، يبقى تعلم النصرانية كيف تغسلها فتغسلها. والعكس كذلك، إذا مات الرجل في وسط النساء ولم يوجد له محرم يقوم بالأمر من النساء، ما فيش زوجة من هؤلاء النساء تغسل هذا الرجل، ما فيش معه رجال يغسلونه، يبقى في هذه الحالة يغسله ييمم ويدفن على هذا الحال. وذهب الأحناف إلى أنه يغسله هذا الكافر اللي معه، يعلم كيف يغسله فيغسله، وهذا الأفضل. ده اختيار الأحناف اللي فيها، واختيارهم له وجهة من النظر، اختيارهم فيها أنه تغسيله أفضل من أنه يدفن من غير غسل. فإذا تعذر وجود الرجل المؤمن فعلى الأقل يكون إنسان آخر يقوم بهذا الشيء، ولو بصب الماء عليه مع نية غيره من المؤمنين، من النساء المؤمنات موجودات. يبقى المؤمنة لم تغسل مؤمنا ليس محرما لها، ليس محرما لها. فإذا كان محرما لها جاز إن هي تغسل، ولكن لا تباشر عورة له، يبقى هنا يستر، تصب عليه الماء، جاز مثل ذلك. إذا كان الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها جاز لكل منهما أن يغسل الآخر. يبقى مع وجود المحارم إذا تعذر الأمر ولم يوجد إلا أخت أو أم للميت جاز أنها هي تغسله مع ستر عورته المغلظة عنها، لا تباشر عورة بيدها ولكنها تغسل من وراء ستر أو من وراء شيء. الإنسان الذي مع مسلمات ليس فيهن من تصلح لذلك، يبقى إذا وجد كافر مع هؤلاء نصراني أو غيره وأمن في هذا الشيء جاز أنه يصب عليه الماء، هذا أولى من تركه من غير تغسيل، هذا أولى من تركه من غير تغسيل. هنا اختياره أنه شرط في الغاسل أن يكون مسلما، يبقى بناء على هذا الشرط أنه إذا لم يوجد مسلم يبقى ييمم هذا الإنسان ويدفن على هذه الحال، وفي ما ذكرنا من كلام الأحناف. الأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، التغسيل للميت الذي يجيد التغسيل، من يجيد التغسيل هو الذي يقوم به، ليحتاط فيه، ولقول ابن عمر لا يغسل موتاكم إلا المأمونون، شيخ الألباني يقول لم أجد. والأولى به، من أولى الناس بتغسيل الميت؟ قال وصيه، وصيه العدل، يعني من أوصى إليه بأن يغسله، يا فلان غسلني إذا مت، فإذا أوصى لفلان يبقى فلان هذا اللي يغسله، هذا أولى الناس. فإذا رفض أن يغسله قام غير مقامه وغسله، لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، أوصى أبو بكر بأن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، فقدمت بذلك، قدمت بذلك. وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل. وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، يبقى هنا تغسيل الميت مش هيجرد، الميت زي غيره من الإنسان بيغتسل وحده يتجرد، ولكن الذي يغسل الميت يبقى يستر عورة الميت، يبقى هنا ستر عورته وجوبا. قال في المغني لا نعلم في ذلك خلافة، لحديث علي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. ده ضعيف ولكن له شواهد بمعناه، وهو الأحوط في ذلك في هذا الحديث كما قال البخاري، فالجملة الشواهد ترفع الحديث لدرجة الحسن، والشيخ الألباني قال يزداد بها قوة إلى درجة الصحة. لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، يبقى الميت يستر الرجل ما بين سرته إلى ركبته عمن يغسلونه ويسترونه، فإذا غسلوا ما تحت ذلك باشروا بشيء يلبسه من خرقة يلفها على إيده، جوانت غليظ يلبسه ويباشر هذه الأشياء. المرأة مع النساء نفس الشيء، تستر المرأة من سرتها إلى ركبتها وتغسل أيضا. يقول لنا هنا ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ينجيه من أصلها من النجو، يعني كأنه يزيل النجو، يزيل ما به من خبث،
فقال ينجيه بها، يزيل عنه النجو، يضغط على بطنه شيئا لعله يخرج منه غائط، يقوم يزيل هذا الغائط بالشيء. يبقى يلف على يده خرقة، وأفضل من الخرقة الآن جوانتيات الغليظة، جوانتي غليظ البز يمكنه من الحركة ويمكنه من إزالة النجاسة عن الإنسان. يبقى هنا يلف على يده خرقة غليظة أو يلبس جوانتي فيها فينجيز النجو بها، لأن النظر إلى العورة حرام ولمس العورة أيضا حرام، يبقى لابد يكون حائل بينه وبين لمسها. يجب غسل ما به من نجاسة، ويجب غسل ما به من نجاسة، لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان. طب إذا كان طفلا صغيرا بيعمله، إذا كان دون 7 سنوات يبقى يجوز أن هو ينكشف ويغسل الرجال أو النساء، لكن إذا كان في سن التمييز عدى 7 سنوات يبقى على ذلك لا تمس عورته المغلظة. قال ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين لما تقدم، وسن ألا يمس سائر جسده إلا بخرقة، وسن ألا يمس سائر جسده إلا بخرقة، يعني كأنه يقيس على ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، القياس مع الفارق، القياس مع الفارق، النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه وهو في قميصه لما تشاوروا فيما بينهم كيف نغسله صلى الله عليه وسلم، هل نغسله كغيره من الناس إن كل إنسان بيخلع عنه ثيابه وبعدين يضعون فوقه شيء يستر من سرة إلى الركبة، فكأنهم وصلوا إلى أنه لا يغسل على حاله صلى الله عليه وسلم، أو قيل أنهم أصابتهم غفوة وفي غفوتهم قيل لهم ذلك أنه غسلوه في ثوبه صلى الله عليه وسلم في قميص، لأنه هو بقميصه، فكانوا يصبون عليه الماء ولابس أفطان صلى الله عليه وسلم ويغسل من فوق القميص عليه الصلاة والسلام، فكان طيبا حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه. لما روي أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم بيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص، الشيخ الألباني يقول لم أقف على سنده. وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7، يعني تغسيل الرجل يغسل الزوجة يجوز ذلك، لأنه في الحديث اللي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت سيدة عائشة ورأسها، فقال بل أنا ورأسها، قال ما ضرك لو أنك مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك، فقال لها غسلتك، فكأنه يخبر أن لو ماتت عائشة قبله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها لغسلها هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، ففيه أنه يجوز للرجل يغسل امرأته. يقول لنا هنا أهو قال وللرجل أن يغسل زوجته وأمته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة رضي الله عنها، وده حسن ولم ينكره منكر، فكان إجماع. قال للرجل أن يغسل زوجته وأمته، ملك اليمين أما إذا كان يملك امرأة كان في الماضي في عبيد وفي إماء، الآن ما فيش، فعل ذلك إذا وجد ذلك فيجوز الرجل يغسل أمته إذا ماتت. وبنتا دون 7، الرجل غسل ابنته عندها 2 سنين ده 3 سنوات يجوز أن يغسلها الرجل دون 7 سنوات. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7، للمرأة غسل زوجها، تغسل زوجها، وده إجماعا أنه أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق والصحابة موجودون ما حدش أنكر عليها ذلك. إذا جاز للزوجة يجوز أيضا للأمة أن تغسل سيدها. وابن دون 7، إذا كان المرأة عندها ابن أقل من 7 سنوات جاز إذا مات أنها تغسله. حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث أبي بكر. وقالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتمنين ذلك، ولكن الله عز وجل اختار له أفضل الأشياء، فيبقى تغسيل الرجال هذا الأفضل الذي اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ده حديث حسن. ولما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، الشيخ الألباني بيقول لم أقف عليه. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، يبقى غسل الميت كغسل الجنابة، ودي فيها تفصيل بقى المرة الجاية نقولها إن شاء الله. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.